بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد دولة الأستاذ الدكتور عدنان بدران المستشار الأعلى لجامعة البتراء ومجلس أمنائها وراعي المؤتمر الأكرم الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم رئيس جامعة البتراء الأكرم مستر روبرت لوف Chairman of Uniranks, أصحاب الدولة والمعالي والسعادة والعطوفة أيها الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرحب بكم أجمل ترحيب في رحاب جامعتنا جامعتكم جامعة البتراء التي كانت دوماً وستظل جسراً نحو المعرفة نرحب بكم في فعاليات مؤتمر القمة العالمية لتصنيف التعليم العالي WHERS الأردن وبتنظيم كريم من يونيرانكس بعنوان تشكيل مستقبل التعليم العالي Dear ladies and gentlemen, on the behalf of Uniranks, and the University of Petra, I would like to express our sincere gratitude for attending today's conference entitled Shaping the Future of Higher Education. Well, the future of higher education is here. The world of education is changing rapidly, and new technologies are transforming the way we learn. New ideas are challenging the status quo. But how do we ensure that all students have access to the best possible education, regardless of their background or circumstances? That is actually the question that WHERS Jordan will be exploring today. Mr. Lowe, if you excuse me, I'm going to go back to Arabic again. إنها لمشهودة تلك الأوقات التي تجمعنا في محراب العلم مع علماء وقادة وصانعي قرار لنشهد تغييرا قائما وليس قادما لأننا نعيشه في التعليم العالي. وإن خير ما نبدأ به مؤتمرنا هذا آيات عطرة من آية الذكر الكريم فلننصت لها خاشعين بصوت الأستاذ أنس المنشاوي من كلية الصيدلة والعلوم الطبية فليتفضل مشكوراً أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما
يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. لقد أدركت جامعة البتراء أهمية دور قادة التعليم العالي وصناع السياسات في إنشاء إطار عمل لتلبية ديناميكية متطلبات التعليم العالي، فاستضافت مشكورة مؤتمر يونيرانكس لعام 2023، ومع الكلمة الترحيبية للأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم رئيس جامعة البتراء. تفضل.